السلام عليكم، وياكم ست إسراء معلمة القراءة للصف الأول ابتدائي، صف الأول ابتدائي من المدرسة العراقية الألمانية. اليوم راح نشرح درس جديد، دادة رباب. دادة رباب. حبايبي، بعد ما شرحنا بالدروس السابقة إننا نجي على موضوع هو مراجعة للحروف، بس قبل لا أشرح دادة رباب راح أبدي أراجع لكم الحروف السابقة، وراها راح أعلمكم شلون راح تحطون حرف العلة. هي راح ناخذ بس فقط الفتحة، صوت الفتحة آ، وبعلمكم شلون تكتبوها وشلون نلفظها ويا الحرف. عندنا أول حرف أخذناه، هو حرف الد، د د. ثاني حرف أخذناه أر أر أر. هذا الحرف شنو أخذناه؟ إن إن إن. هذا يا حرف ب ب ب. هذا يا حرف إي إي إي. إذن النون فوقها النقطة، والب جواها النقطة، والإي جواها نقطتين، عندنا بعد يا حرف إم 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 إم. وراح ابدي اعلمكم حرف العله اللي هو فتحه. فتحه شلون ابدا اكتب الفتحه؟ اخلكم اياها داخل تحويطه حتى تعرفوها وتتعلموها. اول حرف عله عندنا هو ا، ها هو الفتحه ا. ثاني حرف العله هو او. ثالث حرف العله اي كسره، ا فتحه، صوت الفتحه ا. صوت الضمة أو، صوت الكسرة إي. عندنا اليوم راح ناخذ فقط اللي أ، هعلمكم شلون نلفظها. الد خلينا عليها الفتحة شو تصير؟ د د د. الأر خلينا عليها الفتحة شو تصير؟ ر ر. النور خلينا عليها الفتحة شو تصير؟ ن ن. الب خلينا عليها الفتحة شو يصير؟ ب ب. ليش ب؟ لأن صوت الفتحة أ. ايه. الاي خلينا عليها فتحة شو تصير؟ ي ي. والام خلينا عليها فتحة شو يصير؟ ما ما. د ر ن ب ي ما ما ما. هسه بما انه علمتكم الفتحة نلفظها ويا الحرف، راح نبدي نشرح موضوع دادة رباب. دادة رباب. وعندنا آخر حرف هو حرف الأو، خلينا عليه فتحة، صوت الفتحة أ صار و و و. هسه اليوم راح أعلمكم ثلاث كلمات جديدة بدرس دادة رباب. عندنا أول كلمة هي رباب. ر إب ر آ رباب إب رباب رباب. راح اخلي الفتحه، شوف شو راح الفظ الفتحه. الفتحه ر ر با ربا اب رباب. ثاني كلمه عندنا اللي هي عندنا كلمه نمير، راح الفظها ويا الفتحه. ن ن ن ام نم ن ام نم. اي نمير أر نمير. عندنا أول كلمة رباب، ثاني كلمة نمير. حبايبي شوف شو راح تهجها، ن إم نم إي نمي أر نمير. ثالث كلمة عندنا اللي هي كلمة نبني نبني. ن ن راح أخليكم إياها بالأحمر. ن ن ن. شوف شو راح تهجاها، اب نب انو اي نب ني ن اب نب انو اي نب ني. ليش قلت ن ن ر؟ لان صوت الفتحه ا ا، صوت الفتحه ا ا. بقت لنا كلمه اخرى اللي هي بدري بدري. ب صوت الفتحة أ. ب إد بد ب إد بد.
ري هذا مقطع ري لا ننسى. بدري بدري بدري. بما انه علمتكم اليوم وراجعنا اول حرف اللي هو حرف الد ار ان ب اي ام او، علمتكم شلون نلفظها وهي صوت الفتحه، صوت الفتحه ا ا ا، صارت د ر ن ب ي م و. وعلمتكم ثلاث كلمات اللي هي كلمات جديدة، هي ر باب ن مير نب ني بد ري. اللي أريده منكم كتابة كتابة كلمة رباب نمير نبني بدري، وتكملوها بقية الصفحة. اللي أريده طلابنا تكتبون بالصفحة الأولى رباب ونمير، والصفحة الأخرى بدري ونبني على طول الدفتر. بعد ما علمتكم الحروف وراجعناها وعرفنا صوت الفتحة إيه، راح أبدي أقرأ الدرس بصورة صحيحة وشلون تهجى حرف كلمة كلمة. العفو، عندنا أول كلمة د آ د آ دا 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 منو؟ معناها الطفل الصغير. ر إب رب با ربا إب رباب ر ر، لأن صوت الفتحة إيه إيه اللي هي ها هي دادا رباب. دا شوفوها بالصورة دادا رباب دادا رباب. عندنا هنا نم نم إي نمي أر نمير. نمير شبي وين هو نمير؟ هذا هو نمير بالصورة. نمير شبي تشوفونه بالصورة إنه أنا أم نام إيه نامة. لا تنسون حركة الفتحة أ، صوت الفتحة أ، نمير نامة نمير نامة اللي هو هذا بالصورة. بد بد عشان لفظت الفتحة ويا بد بد ري بدري. أمو أ ما ما إنو أ نا أم نام أ نامة. نعم صوت الفتحة إيه. بدري ما نام، هذا هو بدري ما نام. نمير اللي نام. بدري ما نام بدري ما بدري ما نام. عندنا هنا دادا إنو أو نو أر نور. عندنا هنا دادا أرو إي ري إم ريم. دادا ريم دادا ريم دادا نور دادا ريم. نب نب إنو إي نب ني نب نب إنو إي نبني. دقوا آدا أردار إب دارة نبني دارة. بقوا آبا إن بان نبني دارة بان نبني دارة. وعد شوفون بالصورة هنا ايش دي يسوون؟ دي يبنون بيت. منو؟ بيت بان. نبني دار بان شنو معنى الدار؟ معناها البيت. نبني دار بان نبني دار بان. راح ابدي اقرا الدرس مره اخرى مره ثانيه بصوره. دا دا ر باب دا دا رباب دا دا رباب. نمير نامه صوت الفتحه ايه. نمير نامه. بدري ما نامه بدري ما نامه هنا فتحة. دادا نور دادا ريم. نبني داره صوت الفتحة ايه. نبني داره بان نبني داره بان. بنهاية الدرس ان شاء الله اتمنى تكونون افتهمتوا الدرس وعرفتوا شلون تقطعون الكلمات وتهجوها، وعرفنا شلون نلفظ الفتحة صوت الفتحة ايه وين الكلمات بدري نمير رباب رباب. إن شاء الله نلتقي بدروس قادمة.